السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جزئية جديدة من المتتاليات الهندسية، وهذه الجزئية اليوم سوف نتحدث فيها عن عبارة الحد العام. في عبارة الحد العام عندنا زوج عبارات، عبارة لما الحد الأول تاعنا تكون الرتبة تاعه تكون الرتبة تاعه صفر، بحيث إلي آن تساوينا اي لصفر في الاساس اس ان ناقص صفر. وعدنا الحد العام، ثاني عبارة حد الحد العام لما رتبة الحد الاول فيه تكون واحد، بحيث اي لي ان تساوينا اي لي واحد في الاساس اس ان ناقص واحد. هذه هما عبارات توانت الحد العام لما الحد الأول تكون رتبته تساوي الصفر، ولما الحد الأول تكون رتبته واحد. الأسئلة تبع عبارة الحد العام اللي ديما يجونا في البكالوريات هما زوج، وهما اكتب عبارة الحد العام الحد العام إلي آن، أو أكتب إلي آن بدلالة آن. نأخذ أمثلة، مثال عن الحالة لما رتبة تساوي الصفر، لما رتبة الحد الأول تساوي الصفر. المثال الثاني وش يقول؟ إلي آن متتالية هندسية، بحيث الإلي صفر تساوي ثلاثة، والأساس تاعها واحد على اثنان. السؤال: اكتب إلي آن بدلالة آن. نروح نجيب القانون تاعنا الأول، نحطه إلي آن تساوينا إلي صفر في الأساس آن أس آن ناقص صفر. إلي آن تساوينا إلي صفر تاني اللي هي ثلاثة في الأساس واحد على اثنان الكل أس آن. نأخذ مثال آخر، لدينا في لي آن متتالية هندسية، بحيث في لي صفر تساوينا ناقص واحد، والأساس تاعنا تساوينا واحد على ثلاثة. ويجيك السؤال صيغة ثانية، اكتب عبارة الحد العام في لي آن. في لي آن تساوينا في لصفر في الأساس آن ناقص واحد. في لصفر في لي آن تساوينا في لصفر في لصفر في لي ناقص واحد في الأساس في الأساس الأساس لنا هو واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة الكل قوة آن. نجيب مثال واحد آخر، متتالية هندسية أساسها الكي تاعنا واش تساوينا اثنين على خمسة، والفي لواحد تاعنا واش تساوينا سبعة. يجيك السؤال على هذه الصيغة، اكتب في لي آن بدلالة آن. نروح نجيب القانون تاعنا تاع الرتبة تاعنا لما تكون واحد، إلي في لي آن تساوي في لواحد في كي أس آن ناقص واحد. تعويضات: في لي آن تساوي في لواحد اللي هي سبعة، الأساس تاعنا اللي هو اثنين على خمسة كل قوة آن ناقص واحد. هذه الكتيبة راه مازال ما توضحت لناش قداه تساوي. راح نضربوا في لي آن تساوينا سبعة في اثنين على خمسة قوة آن في اثنين على خمسة قوة ناقص واحد. كتعودنا عندنا هذه قوة ناقص واحد، نقلبو مقام بسط ولا مقام مقامي ولا بسط. في لي آن تساوينا سبعة في
اثنين على خمسة هو هان في خمسة على اثنين، مجاميع الطرف ومجاهيل الطرف أصلا، معناتها شنو؟ اللي الآن تعني وش تساوي؟ سبعة في الخمسة اللي هي 35 على اثنين في اثنين على خمسة الكل قوة آن، وهو المطلوب. نلتقي في جزئية أخرى من المتساليات.